السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ، شكرا لقبولك هذه المداخلة. مساء الخير أستاذ، هل أنت في الاستماع؟ نعم، أنا في الاستماع. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ طيفور. في البداية، 3 أشهر من انضمام الجزائر لمجلس الأمن، جهود حثيثة نصرة للقضية الفلسطينية وإعادة طرح قضية عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، كيف ترون عمل الوفد الجزائري في مجلس الأمن؟ أنا أعتقد أن المقاربة الدبلوماسية الجزائرية بخصوص القضية الفلسطينية هي يعني مقاربة أعتقد أنها وصلت إلى تحقيق إنجازات يعني هامة واستراتيجية في مسار القضية الفلسطينية، ولا سيما عندما ننظر إلى البيئة التي تمارس فيها الدبلوماسية الجزائرية عملها النضالي في كنابق باسم يعني قضايا التحرر وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على اعتبار أن هنالك حق فيتو مرفوع أمام كل المشاريع القرارات التي تتقدم بها الجزائر. واليوم المنجزات منجزين هامين جدا. المنجز الأول هو منجز يعني القرار المتعلق بتوقيف التهجير القسري وتأكيد على أن الفلسطينيين هم في بلادهم وهم في وطنهم، والشيء الثاني وهو يعني الحرص الجزائري على وقف إطلاق النار، وقد وصلت يعني الدبلوماسية الجزائرية برفقة يعني المجموعة العشر دول المنتخبة في مجلس الأمن التي صدقت ب 14 صوت على قرار وقف إطلاق النار. طبعا بدون أدنى شك أنه يعني هذه المنجزات مهمة ومهمة جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية، وقد يعني عبرت حتى فصائل المقاومة عن ارتياحها لهذا الجهد وهذا الحرص، وهذا يعني أيضا يعني الإصرار على النضال على هذا المحور، على اعتبار أنه أصبح اليوم يأخذ معنى يعني إنساني ومعنى أيضا تحرري. الجزائر يعني في عقيدتها الدبلوماسية تعتبر ذلك ثابت من ثوابت الدبلوماسية الجزائرية. في نقطة أخرى سيد فاروق طيفور، منذ أمس الأربعاء تم الشروع في مشاورات للتباحث عن الآليات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. حسب رأيك، ما هي الآليات اللازمة لإجبار الكيان الصهيوني على تطبيق هذا القرار؟ أولاً أعتقد أن النقل الآن القرار واضح ومعلن ومعروف، ويفترض أنه يعني يكون الكيان الصهيوني يعني ملزم بتطبيق يعني وقف إطلاق النار، بالرغم حالة المناورة التي يعني يديرها حتى مع يعني حق الفيتو الأمريكي الذي اشترط أن يعني أنه لا يصوت ضد يعني هذا القرار بحق الفيتو، ولكن صوت ضد القرار في نهاية المطاف، يعني على اعتبار أنه اشترط صح التعبير أن يكون هذا القرار في ظل الفصل السادس وليس الفصل السابع، الذي يعني يفرض قوة يعني عسكرية يعني تطبق هذا القرار إذا لم يعني تستجيب وتلتزم الدولة المعنية الطرف يعني تطبيق هذا القرار. وأعتقد أن محاور النضال الآن للمجموعات كلها التي تناصر القضية الفلسطينية وهي مع حق يعني الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي أيضا يعني وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والمضي قدما نحو هدنة مستدامة، وليس فقط في منتصف يعني شهر رمضان يعني 15 يوم من رمضان فقط، وإنما لابد أن يستدام. أعتقد أن هناك إجراءات لنقل يعني هذا القرار من الفصل السادس إلى الفصل السابع، وأيضا يعني الدول الأخرى المعنية أيضا بهذا لابد أن تكون يعني تتحالف، ما دام مواقفها واضحة، أن تتحالف مع يعني هذا المبادرة والإنيشيتيف اللي دارتها الجزائر والموزمبيق وكل الدول التي رفعت من أجل يعني وقف إطلاق النار في غزة وفي فلسطين. أعتقد أنه بحث مثل هذه القضايا مهم جدا، وإصرار الدبلوماسية الجزائرية على الوصول إلى تطبيق فعلي وإلزام الكيان الصهيوني، وإلا يعني لابد أن تستخدم عقوبات صارمة تجاه الكيان الصهيوني الذي يرفض تطبيق هذا القرار. طيب أستاذ طيفور، كان هناك تغير في مواقف بعض الدول الغربية تجاه العدوان الصهيوني في قطاع غزة، حتى وإن كان ظاهريا فقط، كيف سيؤثر على السيناريوهات المتوقعة في الساعات القادمة؟ أعتقد أن حالة الحرج الكبيرة جدا
في مستوى القانون الدولي، في المستوى الإنساني، يعني أيضا حالة العزلة التي يعاني منها الآن الطرف الأمريكي والكيان الصهيوني في الأمم المتحدة من خلال الدول التي اليوم يعني استطاعت من خلال القرارات محكمة العدل الدولية والإجراءات التحفظية والتدابير التحفظية التي يعني قررتها أنها تتحرر من الإكراهات الثنائية التي يعني يمارسها الكيان الصهيوني عبر مؤسساته الاقتصادية والاستخباراتية وعبر أيضا الأداة الكبرى له اللي هي يعني الولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع هذه الدول. ولكن هذه الدول أعتقد أنها اليوم تحررت لأن هنالك قرارات دولية واضحة، هنالك شرعية دولية واضحة لوقف إطلاق النار وللوصول إلى هدنة مستدامة يمكن من خلالها أن تصل المفاوضات إلى يعني تحقيق تقدم آخر للقضية الفلسطينية كقضية يعني قضية عادلة وقضية تقرير مصير. أعتقد أن هذا التغيير هو مهم ومهم جدا، ولكن لابد أن يرقى إلى مستوى عملي في تحالف جديد ينصر يعني ويحافظ ويحمي الأمن والسلم الدوليين. للأسف الشديد التي لم ترد حتى هذه العبارة في هذا القرار، وكأن ما تقوم به الكيان الصهيوني لا يهدد السلم والأمن الدوليين، وأن حالة الحسنة التي تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني لا تهدد الأمن والسلم الدوليين. بالحديث عن السيناريوهات المتوقعة أستاذ فاروق طيفور، في حال ما إذا لم يكن هناك رضوخ من طرف الكيان الصهيوني لقرار مجلس الأمن ولم يتم توقيف إطلاق النار في قطاع غزة، كيف سيكون رد المجتمع الدولي؟ أنا أعتقد أن المجتمع الدولي أمام امتحان كبير وكبير جدا إذا كان يعني ما يزال ملتزما بمبادئ الأمم المتحدة وبالقرارات القانون الدولي أو يعني المبادئ القانون الدولي والقرارات التي تتخذها المؤسسات الدولية سواء محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن. ولذلك فمسؤولية كبيرة وكبيرة جدا، يا إما أن تطبق هذه المبادئ والقوانين والقرارات، وإما أن يصبح هنالك الحل في حل هذه الهيئة، على اعتبار أنه فيه أغلبية الآن من دول العالم، أكثر من 153 دولة اليوم موقفها يعني واضح ومنصف للقضية الفلسطينية، ويمكن لهذه حالة الشلل التي يعني يمارسها الفيتو الأمريكي في هذه القضية، يمكن لهذه الدول أن يعني تسير إلى تحالفات جديدة من أجل أن تفرض يعني وتعدل على الأقل تقدير المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي حق الفيتو لهذه الدول التي قد اقتسمت السلطة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945. أستاذ فاروق طيفور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.